التواصل مستمر وانطلاقات بسلاسة ونظام جميل ورائع على قدم وساق. شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن ولجنة ميدان سيف العرب الذي تنطلق في هذا الميدان بتحدياتها وانطلاقتها. انطلق الشوط السادس، الشوط السادس الخاص بالجعدان. الحقائق يتقدمهن، نسير مباشرة نباشر التعليق على المركز الأول، وهذا هو الفيل. الفيل يأتي بالمركز الأول، الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري يتقدم الجعدان ويقود هنيلي في المركز الثاني، الفارس الحميد بن سيف بن حميدان الفلاسي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك من الجانب الآخر مساح لمحمد بن علي بن محمد المنصوري على المركز الثالث. أما المركز الرابع مخلاب لسالب سعيد بن كاسب المسافري من كسب ناموس الشوط الماضي، والمركز السادس هذا هو وصل وداع لمنصور بن خميس بالصوب الكتبي، بينما يتحرك هناك اللي هو مايهاب لسالم بن مبارك بن ضحي بن سلوم الكتبي يتقدم في هذه اللحظات، بينما تدخل اللي هو مبعد لحميد بن سالم النايلي الشامسي يتحرك بكذلك وينطلق في هذه اللحظات مع تنافس وتحديات هذا الشوط، بينما يتواجد هذا شاهين لسلطان بن متعب بالضاعن الغفلي في المركز الثامن، والمركز التاسع هناك شعار بن حمودة يتدخل شعار بالضبيب من الجانب الآخر ليقدم كذلك تحديات هذا الشوط وناموسه. يا السلام، هذه نتيجتنا، من ثم العودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى، إلى التحديات الأولى في مسار هذا الشوط وهذا الفيل. هذا الفيل سلالة الفيل معروفة، الفيل الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري يتقدم على المركز الأول ويسيطر ويقود الجعدان من بداية انطلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظات، بينما يلي في المركز الثاني ويتقدم الفارس حميد بن سيف بن حميدان يتقدم مع المركز الثاني. أما المركز الثالث أشوف التحرك وأشوف الانطلاق، شاهين محمد بن خليفة بالضبيب الشامسي يقدم شاهين، بينما هناك المركز الرابع شوف المهب، وصل المهب سهيل بن مبارك الكتبي يتقدم مع المهب، وهناك وصول وتحرك أيضا من جزيل محمد بن شطيط بن علي الكتبي بدأ يتحرك ويأخذ المركز الخامس، بينما المركز السادس هذا هو شاهين لسلطان بن متعب الضاعن الكتبي، وأيضا المركز السابع تحرك فيه ووصل في هذه اللحظات سراب لمحمد بن خلفان بن كراز السبوسي يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام، بدأت الأمور وبدأت التحركات مع هذا الشوط، ولكن بالزفنة لا زال مسيطر على المقدمة من البداية مع الفيل على المقدمة، الفيل على المركز الأول، الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري راعي سودة ما شاء الله مقدم هذه النوعية وهذه الانطلاقة الجميلة بهذه التحديات الرائعة. المركز الثاني بدأ التحرك، دير بالك سراب محمد بن خلفان بن كراز السبوسي على المركز الثاني، والمركز الثالث اللي هو من الجانب الآخر الفارس حميد بن سيف بن حميدان، وتحرك أيضا ووصول من مخلاب لسالب سعيد بن كاسب مسافري، ولكن الفيل صامد ما شاء الله، صامد رغم الضغوطات والتحركات وإصدار الأوامر، ولكن مصر. يا سلام، تهانينا والناموس للزفنة بن مسلم بالزفنة العامري على هذا الفوز، على هذا الانطلاق، والسلام عيناوي جميل في هذا الصباح في هذه التحديات. يا سلام، الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري يعلن الفوز في هذا الشوط من بداية وحتى النهاية مع الفيل الزفنة بن سلم بالزفنة العامري، يستحق الفوز والناموس. المركز الثاني اللي وصل فيه سراب محمد بن خلفان بكراز السبوسي، والمركز الثالث اللي هو المهب لسهيل بن مبارك بضحي الكتبي، والتوقيت الزمني يا سلام 4:32. تهانينا وناموس الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري على فوز الفيل بالمركز الأول.